أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا حوكب لابنا يا آيات أفرية بنات وصورة الإسراء كمذا إلهي سبحانه وتعالى وحونا غصوا ورمي عشر كينا يدو ودن بيهي ألا وحونا صورده هاي إنسان لأركه وحانو لازمينينا عمل كيس ونقورتي سييلينا ما لنت قيامة أيانا أصاب بحينينا كتاب وعمل كيس كو قرية هاي أو لكل ما يوه كتاب كاسو وحاوي كلب حسن أو أخرنا يوه مركاسا وحالو اللي يهود إلهي يقرأ أخر كتابك كتاب كاغ أخر كفى بنفسك نفت هذا أساقا كو كافي اليوم ما أنت عليك كور كاغ حسيبا حساب إساقا كو كافي مركا كتاب كان وحاوي كتاب الأعمال وي إلهي مركا وحود أي سبحانه وتعالى مركي وحاوي كتابك أو لكل مه وعمل كيس أو كو قرية هاي أيا من قبل الله إلهي حقي سوحا الله قدها يا يقرأ أخر يا الليها إنسانو كتابك كتابك أخر يقرأ كتابك كتابك أخر وعلى وري إنسانك كتاب كيس وأخرها ليه وإن لم يكن قارئا في الدنيا الدنيا ذا مركو جوج جرى قف وحخر ويوصن هاني هذا ما يشان لقى قاضا ما يقف كان وحخر جرين وحنان قول جرين هذا وسيا وحكو أخرايا وعمرك أسئو سورة قليسة إنه كتاب كيس أخريو كفى بنفسك بعد أن ويسك السلو كفى بنفسك نفت هذا أسقى كافي اليوم ما أنت عليك كركا حسابا حسابا تنتميز على غريك را حسابا من حساب حق حساب نفت هذا حساب أصاب وفلنا اللي كتابك آخر وعمل كي على أيات أركي ساي الكاس كتابك آخر اللي هذا كتابك قفكي وحوي وحونا سنو قرويهين وأكو فرحا يا سيدا دي لا إيرا أنك تجدون قفكي وحنو يا لينا يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي أيوه دونا سورة الحاقة دي ألا إيرا أو تجدونا معناها أيدا نو حالك وذا إيه شخصك حسابي ديسة أو نفتيس أو حسابه وها أوفلن كتاب كان عمل كيس وكقري أحد بمركز هنا وحساب أم باهنا هدي وحوي مركز كتاب كوها كيا لقوا إنكرنه وها كمر خات كعاية حبنهيس أيا كمر خات كعاية تفسير كاس مركز وحوي هدي أي نقص وقادنا وي دائرك إن عملك لغفصره معايا لو وكل إنسان ألزمناه دائره أيان عشر كينهر أيدو ضميس إنه سوق هذاني مركز ولو قريا قورتا يا لو جلايا مركز قورتا يا لو جنا تاسو دوغو نوقنيا كتاب كاس قورتيس ايا لجلنايا علماء قار وحي يرادين كتاب كاس هو قورتا اسورن يحي وان لو جيدينه هويديس علوشهدا ماركا او كو جيرو مركز وا لازم ايا ما دام في الدنيا انت والدنيا جوغو سداس ايو قورتا او جيرا مالنت قيام ماركي لا غارو ايا وها وي خزانه وها لغا سو بخينيا عرشغا هوسيسا وانا صحيفتي مركز ملائكته اي كقورتي الدنيا مركز او جوغي مركز او كتاب كيو قادنيا اما ميدكتو كقادنيا هدو قف مسلمه يحي اما بيدخدا لغا سينيا هدو كافر يحي مركز هدا تفاسير كلنا وي جيرتا او مركز انتاس كسي دوان لكن هدا وها وي قفكا كتابك عمل كيسو او كيلي او ملائكته اي كقورتي صحيفتاس ايا مركز قورته لو غلينيا مركز اخر لي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الهي هدنا و هو سبحانه وتعالى من اهتدى روحي هنونه فانما انك لا تما هنا يهتدي وهنونيا
لنفسي نفتي سو هنونيا أوقفك هنونة هنون كاس نفعي كي ماذا نفتي سيكوسون غنيسا اتكلوي مركز وجود بي سمجرت وفوال بمركا وحالا غوضا وحي او شقايستو او وناغا اسقا يا هلاي الهي عور سبحانه وتعالى من اهتدى روحي هنونة هذا هدي ظاهر كلفظك الله فيرشو قفكو انو اسقو اسكا هنوني كرو ايهو اكتاي لكن سدا اسم اهن الهي سبحانه وتعالى قفكو هنون شالا غوضا لكن اسقا مركا وحا هدا لوغو اسنادين اي هنونك اسبابتي ايو مركز اسكالي سببتي سبب الهداية قفك انسانك والاقا دونيا من اهتدى روحي هنون وضعه الله سبحانه وتعالى فإنما إنك لا تما هنا يهتدي وأهنون يا لنفسه للنفع نفسي نفتي سنفع هذا مع الهنون كسوقي نفتي سهليس ومن ظل روح اللمه أو باديوبه فإنما إنك لا تما هنا يظل ولميا عليها على نفسي نفتي سو لميا وهوية على ذو حيفة إذا سلر رالي هدو باديوبني بعد إذا سبعت ذي كتم هذا نفتي سيقول عيسى marka qofkii ilaahay subhanahu wa ta'ala hanuunsho asaguna sabab u noqdo oo amal wanaagsan oo saalix la yimaada naftiisa heliis qofkii baadiyooba oo sabab u noqdana baayidaas dhibaatada ka timaada naftiisa ku dhacaysa la cala man adahu way mimman lam yubashir qof kale u gudbi mayso oo waxa weeye baayidaas aan la baashirin hadda waxaa la sii xaqiijinaya aayadii aynu soo qaada jirno ahayday wa kullu insanin alzamnahu da'irahu fi unuqihi oo qof walba waxa weeye waxa uu sameeyay ayaa laasimaayo oo qorta u gelaaya markaas uu allah hadana wuxuu dhahay ولا تزر حنبار ميسو وازرة تدن باوذي وزرة أخرى متكلا دين بيجيده أو نف دين باوذي نف كلا دين بيجيده حنبار ميسو ولا تزر حنبار ميسو الله سبحانه وتعالى نفس نسوق الدرئيك بعد كصفي ولا تزر نفس نف حنبار ميسو نف تاسو وازرة تدن باوذي نف أيدو دين باوذي وزرة أخرى وزرة نفس نف دين بيجيده أخرى أوكلا معناه وحالك وذا نف أو مذنبة او دنباودي ما حن بارايسو نفكلا دنبيغيدا حتى ميد غير مذنباه ايدو ان دنبابين نفكلا دنبيغيدا حن بار ميسا تاسنا مي بابي اولى هي كسيت هدي لا يرا مثلا بحديثا سو ار روان جرا من سن سنه سيئه فعليه وسرها ووسر من عمل بها الى يوم القيامه نبو هاو دحاي قفكي مارتا يا شي حمانه جيدي او نفتيسو وحمانه اي جيديسو دنبيغيدي كركا ايو كسارن يي قفكي كو عمل فلا دنبيغيدا ماركاسي وحي كينيسا حديثا مارك لا فيرش نفو نف دين بيجيد إني حنبارت أردو حالة ليه مرادك وحوية وزر كان وحالة قوضة حديثك وزر التصبب على الهيرة هذا معناها وحوية وزر الدنب أو السبب وبواي وحانا شكل هين علماء ذي لذين أن التصبب من فعل الشخص سببه وحو كميديها قفك فعل كيسو كميديها ساس درادة أيا وحوية دنب قاس قفك فلا وحبك النقصان مايا قفك مركز السبب النقضة أو فاعلك فعل كيسا الوع عقابيا والسبب هو بدي قف كلا مركز إنا يبادي وده وسبب لا بد أنا والوع عقابيا قفك وحالي مركز الدم بسبايا أصلا عدنا وسبب نفتي سكرية دم بخص ما يعني فعل كيسا كلا يا الوع عقابيا أيضا نساس وين مركز صورة يقول ولا تزر حنبار ميس وازرة تدم بودي وزر أخرى متكلا دم بجيد حنبار ميس هذا أنا الله وحده وما كنا ما أنان أهان معذبينك وعذابا أحد حتى نبعث انت اوغا سو ديرينو رسولا رسولا اوغا سو ديرينو وما كنا ما انان اهنو الهي معذبين كو عذاباي وها ميشا كو جيرتا من باب الاكتفاء كميتاي ولا مصيبين وي منا ثوابينين او عمل كو ثوابين ماين ددان دعوودو ايسن غارين ما ييلا شرطيغا او صحه العبادات عباده اي كو انسحيس كنا واجبيس waa weeye in daacwadu qofka gaarto qofkan daacwadu gaarin wax waajib ku ah cibaada ma jiraan markaasi manaba ka ansaxaysa daw sameeyo mana laga sawaabinaayo aayadan marka hada waxa weeye umumkeedu wuxuu ku tusaaleynaya dadkii ahlul fatrada ahay dhamaantood inay markaasi ay korayaan ilaahay fadligiisa walaw qayaru wa badalu culimadu waxay yiraahdeen waxa bedelaano habdooriyaano way korayaan waxaa sa jirta markaasi bacli oo markaasi afraadi oo ahlul fatrada ahay oo la cadaabayo axaadiis saxiixa soo aroortay sida ninkii la yiraahdo xaatim udaay iyo imruul qays ninkii shaacirka ahay oo inaar gilayaan axaadiisas waa axaadiisu aaxaad al dhaha shay markaasi qadciya markaasi macaarilayso waa xigma ilaahay subxaana wa tacaala uu ogyahay marka hadda dadkii waxaa weeye nabiyullaahi ciisa iyo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam u dhexeeyey isla markaasna haddee nabi walba ummadiisa ayaa loo soo diri jiray dadkii ayagu markaasi waxa weeye dacwadu aysan gaarin oo ahlu fatrada ahay oo markaasi bayna rasuulayn ahay dacwana aysan gaarin dadkaas waxa weeye markaasi lama cadaabayo wamaa kunnaa ma anaan ahayno ilaahay subxaanahu wa tacaala
معذبين كو عذاب اي احد حتى نبعث انت او صدرين رسولا رسول او رسول كاس وحاوي وي كو واجب او غعدينايو او واخ ولب اي كاوغانيان واذا واتي اردنا ان دونو دحي الله ان نهلك ان ان هلاغنو قريه قريه ان هلاغنو امرنا وحان فرينا متر فيها قريه داس كويدا لو نعميهي ايان فرينا ان اي طاعلي ماذان او وحا لو فريا رسوش اللسان كودا لو فريا رسول ايا لا سو ديريا رسول لا سو ديريا ددكي ماركاسي ميشاس جوغي ددكي مدخدا او اهاي ايا ماركاسا وحا لا فريا داعو ففسقوا فيها دبن وي كفاسقوبيان او وحا وي امركي الهي ايي ديدايان او رسوش اي او شيغتاي فحق دبن وحا كو واجبايا عليها أهل قرية داس القول قولك أيها كواجبا يقول لعذابا أيها فدمرنا هاوان هلاقينا هول إلهي تدميرا هلاقيت أيها مركز هلاقينا أيها مركة وحيدة بسعطة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلهي يقول سبحانه وتعالى وإذا أردنا مركة أن نضانه أنه لك إنا نهلاقنا قرية قرية أهل كذبا لجيدة قرية أمسكي ذا يقولك إيا جمادات كان أي واحد بي مره أمرنا وحان فرينا مدر فيها قرية داس كوهد اللو فاجفاجي أما كوهد اللو نعمي وحاوي وحال لقب اللابايا دادك أيقوه غانك أيا مركاسي رسوشي يكب اللابايا سايني وحوشي يغان او إلهي أديعان او شركة معاصدة اي كسول لابتان تاس أيا الله أمرها يا مركا أمرنا مدر فيها وي محايلة هذا وحال لو سوق قادايو قلوين كالرؤاسة ayaga ayaa ugu kibir badan maxay yele ayagu ahlul manasib weey dad darajo iyo manasib adduunyaha haysta weey marka inay wax yeelan way ku adag tahay fa fasaqu fiha dibna way ku fasaqoobayaan oo waxa way amarka ilaahay bay diidayaan haday arintaas u dhacdana waxa ka dhalanaya fa haqa aliha waxa ku waajib ah ilaahay lo qarihi al qawlu qawluka wa adabka hay oo qofkii haday dadkii risaalo loo soo diro oo rusushay u digto oo wax ku qaada waaya sunnada ilaahay waxay ahayd in la halaago fadamarna hadabeedna waanu halaagayna u dhahay alle tadmiiran halaagid ayaanu halaagayna oo halaagoodu markaas soo ku iimaanaya hadana ilaahay wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala wa kam badana ahlagna intaanu halaagnay min alquruun umadayalo min ba'di nuuhi nabii nuuh ba'digiisa wa kafa bi rabbika rabbigaaga ayaa ku kaafiya bidunubi ibadihi adoomankiisa dunubtooda خبيرا بعدين كورقب نمو بصيرا عالم نمو وكم بدانا هو الإله أهلقنا انت أنو هلاقني من القرون أمضيال أنو هلاقني كم تان خبريو أو بمعنى كثيرا هوي من بعد نوح نو الإله نبي نوح بعد جيس نبي نوح واحد ذكرك الله وخاسيسي وحاوي لأنه أول من كذبه قومه وهوه ريال النبي قوم كيس إبيريان أيوه ريالي أي أنبياء بدانا وكدام بايسي ayaa ayagana waxa weeye bacdigooda umada badan la halaagay markaasuu dhahay Allah subhanahu wa ta'ala badan ah u dhahay ilaa intaan halaagnay min alquruun quruun taada umadihi baa laga wadaa qarnigu saminka weeye laakin saminka ay ku noolaayeen ayaa laga soo qaaday oo ayaga lagu halaagay min bacdi nuuhina u dhilaahi nabii nuuh bacdigiisa wa kafaa bi rabbika rabbigaaga ayaana ku kaafiyo u dhilaahi baadaan iska sala waay khabiiran basiiran markaasi waxa weeye waa laba tamyiisal yiri bidunubi ibadihina waxa waaye خبيرانتي كو تعلقيسا يا بصيرانتوي مركا ما حال ليهي وكفى بربك ربك ايا كو كافيا خبيرا خبير خبيرا من خبير وي خبير نمو بصيرا من بصير عالم نموي معناها خبيركو الهي وهو عالم كو يا بوادن الامور امور تبادن كيدا هوس بصيرا وحوي ظاهر كيدا الهي ظاهر يا بادن ايا اسغمده وكفى بربك ربك ايا كو كافيا خبيرا من خبير خبير نمو بعدين كورقب نمو بصيرا من بصير ظاهر كورقب نمو عالما ببوادينها ايا لغا ودا ودا واهرها وي بذنوب عباده ادومنكيس ذنوبتودا الهي اسا خبير كو بصير كو او ددكاس مكا دله هلاغي ذنبي اي غلين الهي اسا عالم كو عيد كلو اوغا كرت ما جرت من كان روحي اهادو دله الهي يريد انه لا دونايا عملكيس العاجله مده دقدقيس عجلنا له وحاود دجينينا فيها عاجلده دحداده ما نشاء وحان دونينو لمن دول ايانا اود دجينينا نريد ان دونينا ان اود دجينو ثم بعد جعلنا له كاس وحان ييرينا عملكيس الدنيا كليه لا دونايا جهنم نار جهنم ليرادو يصلى هاكي قلايا مذموما حالو يكيل هيدا ارتيي مدحورا حالو يكيل ديريون حريص الهي لقبوريي قفكي وحاوي عمل كلا سمينايو وحال ربا ان الهي درادي سلو سمينايو قفكي عمل سمينايو لكن ولجيددو سأيتي الدنيا انو كهلو وحي هادا كرهم وبي سايدين علمادو كافر كيا منافق وي محايلة كافر كيا منافق
عمل مركي سمين عيان الدنيا ولا جيدا محيلا آخرة ذا مرهم يسمن وحاسس وجلي كراية ضدك استصصة أو أعماش وذا مركي عمل وناسن أو صالح سمين سيد الصلاة دي سونك يحجك إيو وعوي صدق ذي وحاس ضدك مركز أمي قرآن أخرى يان أمي ذكرها يان ضدك مارت عمل كذا ضدك استصصية معيلا هدي أن لو أمان لهين أما لو فعلي لهين ذا عرس ما سمي لهين وحي أص ما يهين هل هو أمانه قاس أيه نواس وجلايا عليه وحي نقرأ لكن ضد مسلمين هو عصاده هي نقرأ يا وحكى سؤال الله سمينا وحلو به هي در إلهي اللي ولجيه وفك كان عمل كيس الدر الله أوصن كأهين وحبك ليه في ماي فيره سجد جبينا يا من كان روح أهادو الإله يريد إنه ولد ونا يعمل كيس العاجلة مدة دق دقيس عاجلة الدنيا واي الدنيا وادك دقيسة إن دادون تكون ولو كم نانسنا دات النوشة هني وعوك قطار ميس وواحد دق دقا يو أنسي جري وين عجلنا له وأود الدجيني نهول إله روحه فيها في العاجلة أما فيها في الدنيا الدنيا ذا الحذاء وها أسود الدجيني ما نشاء وحن دونين والدنيا ذا وحالة قصينا يا وحي إلهي أودون قف وحن إلهي دوني حتى الدنيا كم هلكر لمن روح عيان أود الدجيني نهول الله قال نريد أن دونين إن أود الدجين قفك إلهي أن دونين أيان أنت أن أقرنا قصيها نهول ووحن حتى الدنيا ذا أن لوقر كم هلكر معناه وحوي أعضينا لمن نريد في الدنيا الذي نشاءه وعنو سينينا قف كان الدنيا ذا وحلا دونينه وهي آنو دونا أنك وسعة رصي رصي الله واسعي عافي ماذا لسي يوحك سوي معناه وحوي لا نزيده على ما قدر له أزلا وهي لو قدر وقت أزلي أو إلهي هو رأوه قرى الله المحفوظ وحلو قسي هذه ماي بل ما يعطى إلا ما سبق في علمه تعالى لسي ما إلا علم إلهي يكون قيمه يعني إن لسيها الدنيا ذا مركز جعلك أو جعلانا يقفك وحبه زيادة ميس وها مركز هبون هذا يريم ساستاه إخلاص إن لسمي عبادة إلهي إن لو خلص الله سبحانه وتعالى لو جهزت إلهي إلا قابله سوى حوية سعادة الدارين لو هلو معايا الهداد الدنيا ذا استعلاي سيسو وهي إلهي كوغر وحان هين كاغص وبحمايا هذا ندبا تضوى حوية إلهي وحوناه ثم بعد جعلنا له وأن يلينا آخر مركو وطوء الدنيا ذا كتغو جهنم جهنم يصلى هاكي قلا أن يلينا إله جهنم قلا يا مذموما حالو يا كي لحي ذارتي معناها ملوما ويا لدقالي معناها قيام مركو وطغو خلقك أرك جري أو عبادة يا خيرك كو أرك جري حق ظاهرك أياد دقالاي معاك وود على اللي الدنيا ذا وحاد هذا قف وناسا أو وحاس كشقيها معاك وود على اللي مدحورا حالو يكي لديريو نحريس إلهي لقبوري إلهي سبحانه وتعالى يا بورنا أو جنة دي سكبرنا يا مركزو مدحور ساس كنا قنايا ماش هذا مركز ساس خسارة ولا حد هذا نتاس عكس هذا إلهي وحوده ومن أراد الآخرة آخرة الروح اللي دونا يعمل كيس عملوا صمينا يا إن إلهي آخرة وكوكري أيو لخبا من كان حذه ونيته ومنتهى آماله الدار الآخرة على قوة ذا قفك وحوية دافتيسة مراد كيسة هي نيديسة هي أمل كيسة ما يشأ قدما يسدار الآخرة أيتها مثلا بحوية الدنيا ذا المركز وحبا لدوني مايو قرارنا الدنيا ذا تن إنا يسنى هين وأوجيها وضعنا كدقا مايو بل الدنيا ذا صفينا وكدقنا يا او غارسي هيس مقصود كيس ومن اراد الاخره اخره الروح دون ايو الالهي او وسعى عمل فلا لها اخره سعيها عمل كيدي عمل كي لائق او هايو كو هبون اخره سميه وسعى لها وعمل فلا الالهي سعيها عمل كيده والحال هو اسونا مؤمن مؤمن اويه على ربا ايمان بال دونيا قال كي هدي وها وي عمل اخره او سميه وها كا انسخ مايا وسعى لها وعمل فلا الالهي سبحانه وتعالى سعيها عمل كيدي أما لا يقها لها سيد أعمال البر ضاعاتك منهياتك ولا قد يرادو والحال هو يسونا مؤمن مؤمن أو يهي إيمان شرد وي معايا لوحا ماشا لغا ساريا قالك وحالك يابا إنه أعمال البر أو سمي صدق أو بحيو إحسان أو سمي دد أو قرقارو وانا سمي لكن أبقى أطرميس فأولئك كوا صوت إلهي من تيو جمع نغتوي كان وهو هذا سعيهم عمل كوضو مشكورا مثل الصوابين آيو فأولئك كوا أساسي لو الإلهي أو عمل كوضا آخر أولي جيدا در إلهي أسمين آيو كان سعيهم عمل كوضا وهو هذا الإلهي مشكورا بمعنى مقبولا وي مثل أقبل آيو أو الصوابين آيو هدنا ألا وحودا كلا كلا أركو الإلهي هدى كلا تان وحالك وضا قولذي عمل كذا در الدنيا أسمين إيسي يا قولذي عمل كذا در آخر أسمين إيسي كلا كلا أركو الإلهي لابدا فرق كمدا نمد وانو سيني سيني نهو الإلهي أو هذا ددك عمل كودا إلهي دراد يسي أولا جيدة إيه كوة الدنيا أولا جيدة لبادة بقى الدنيا هو الوصينا
oo qof walba adduunyada wixii looga qoray waa la siinayaa qofkan amalkiisa dar ilaahay u la jeeda adduunyada lagu qaday maay asagana kullan kullu arkow dha ilaahay numidu waanu siinayna haa ulaa'i kuwa kan ayaanu siinayna ka bedel iyo waha ulaa'i kuwa haa ulaa'i waxaa lagu ishaarayaa kuwii horo amalkooda adduunye u la jeeday iyo waha ulaa'i kuwa kan oo amalkooda aakhira u la jeeda kasi bedel min cadaa'i rabbika rabbigaaga siismadiisa ayaanu siinayna min cadaa'i rabbika rabbigaaga siismadiisa ayaanu siinayna oo adduunye wixii ilaahay u qoray ayaanu siinayna wamaa kaana mana uusan ahaanin cadaa'u rabbika rabbigaaga siismadiisa adduunyada wax la ysku siiyo maxduuran mid layska hoojinayo ma ahaanin oo adduunka qofka ilaahay uu keeno inuu wax siiyo shay layska hoojina layska mancaayo ma aha qofku hadduu yahay qof wanaagsan oo saalixa iyo hadduu yahay qof kaleentoodo faajir oo kaafira wamaa kaana ma uusan ahay inuu dhahay alle subxaana wa tacaala cadaa'u rabbika rabbigaaga siismadiisa oo adduunyada uu wax ku siiyo labadaa firqo maxduuran mid layska hoojiyo ma ahan mamnuucan aan axadin wey axad laga manci maayo oo axadkaanu si kastaba ha ahaadee ilaahay adduunyada cid walba wax waa ku siinaya wixii loo qoray ayaa la siinayaa markaas lagamana mancinaayo oo qof walba wixii loo qoray adduunyadan waa ka helayaa muumin iyo kaafir waxau ahaadaba laakiin aakhiro facadaa'uhu mamnuucun can ilkaafir weeye aakhiro markii la gaaro gaalka waxa weeye siismada ilaahay waa laga mancinayaa siismada ilaahay aakhiro waxay khaas ku tahay qofka muuminka ahay khaas ku tahay laakiin adduunyada tan waxa weeye raxmo oo caama ayaa ilaahay soo dhigay oo muumin iyo kaafirba markaas ay wada helayaan maxaa yeelay adduunyada ayaan ilaahay waxba ugu fadhin waa tow dha rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam low kaanat idunya tazinu cinda allaahi janaaxa bacuulatin maa saqaa kaafira minhaa sharbata maa-in adduunyadaanu hadday miisaan ku dhow tahay miisaan ay ku dhan tahay qadir ilaahay agtiisa kaneeca garabkeeda kaneeco ayduba waxbahayn garabkeediyaa la sii yiri inay adduunya xaqiirtaad ku ogaanaysaa maa saqaa kaafira minhaa sharbata maa-in oo dhahay gaal ilaahay hal mar biyow ka booda ka siima lahayn laakiin hadda waxa gaalka isaga cunaayo faajirka uu cunaayo wax ay ilaahay ugu fadhidaanba jirinba wax weynoo markaasi ictibaar lana maaha walow dadka haddeena jooga ay nala weyn tahay laakiin waxay tahay ma jirto undur fiiriyowdha ilaahay kayfa sidaan fadlalnaa u fadlilnay bacdahum barkood calaa bacdin barka kale aan uga fadlilnay haddana dadka risqiga adduun iyo aakhire ilaahay waa ku kala fadilay oo dadku waxa weeye adduunyada risqiga kama sinna aakhiradana derajada kama sinna ilaahay marka wuxuu dhahay undur fiiri sayidka maxamedka ahw ama qofka soo muumin oo khitaab ka suurtoobo kayfa sidaan fadlalnaa u fadlinoon isu dheeraysiinay wax isu dheeraysiinay bacdahum barkood calaa bacdin barka kale waxaa laga wadaa fi risqi waljaahi risqiga iyo jaaha dadku isku jaah maaha isku guji maahan isku xoolo maahan wax badan ayaa markaas ayay dadku kala duwan yihin laakiin ayadoo sidaas ay tahay walal aakhiratu aakhiradowdha ilaahay ayaa akbaru weyn darajaatin darajooyinka waa akbaru ayadaa weyn tafdiilan fadilitaankane adduunyadan markaasi tafdiilka ah wax saasa ma aha ilaahay wuxuu dhahay subxaana wa tacaala walal aakhiratu aakhirada ayaa akbaru weyn owdha ilaahay walal aakhiratu aakhirada ayaa akbaru weyn acdamu weeye darajaatin darajooyinka darajada aakhiro lays dheeryahay ayaa aad iyo aad weyn weeye wa akbaru ayadaa weyn owdha ilaahay subxaana wa tacaala tafdiilan fadiliddane oo aakhiro waxa weeye tafdiil weyn ayaa ka jiraaya darajada ayaa aad iyo aad loogu kala tagsanaanayaa khalqigu waxa weeye markaasi isku mid noqon maayo mana iska agdhowahaayo marka waxaa habboon in aakhiro qasadka laga dhigo oo xoogga la saaro ayaa loo baahan yahay oon adduunyada tan markaasi laysku mashquulin ilaahay haddana wuxuu dhahay laa tajcal ha yeelin maca allaahi ilaahay micigiisa ilaahan ilaaha aakhara oo kale oo fataqcudda aad ahaatid madmuuman mid la haydaarteeyey makhduulan oo la hoojiye aad ahaatid hadda khidaabkan waa nabiga calayhi isalaatu wasalaam laakiin muraadku kayrkiis waaye rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam ilaahay u shariig yeeli maayo amase waa qofka soo mukallafa saasaana weliba fiican macnaha waxaa laga wadaa mukallafow ilaahay kayrkiisa ha garab dhigin weeye daahirkaaga iyo baadinkaaga qalbigaaga ilaahay u khallis oo ilaahay kayrkiisa inuu ku tacalluqo qalbigaaga ka khallis oo ka saar weeye maxabadaada ilaahay kayrkiisa inay ahaato ka saaraa leeyihi kayrna ha u yeelin khayaalkaaga oo khayaalkaaga ha soo gelin wax ilaahay kayrkooda taasu nuqsaan ay noqonaysaa maraatibta oo akhyaarta laga nuqsaano oo hoos looga dhacay noqonaysaa maxaa yeelay ilaahay waxaan ahayd inaad qalbigaaga ka saarto ayaa loo baahan yahay oodan waxba aadan maaratay naf iyo lura aadan u ictiqaadin caarifka la yidhaaha ibnu lfaarida waxauba dhahay walow khadarad lii fii siwaaka iraadatun calaa khaadiri yooman xakabta biriddatiyowdha
adii aniga qalbigayga ay ku soo dhacdo u dhahay ilaahayow wax adiga kaa soo haray oon mar uun aan raadsho oo qalbigayga aan maalka geliyo hal maalin hadday arintaas amba saacadba waxaad xugminaysaa u dhahay ridadayda waaba marduud ayaanba ahowla waa dadkaas caarifiintaahu maxabadooda iyo tacalluqooda alla weeye subxaanahu watacaala fataqcudda markaas aad ahaatid madmuuman mid la hidaartay makduulan oo la hoojoogla marka casharkeen intaasuu ku eegaya wallaahi subxaanahu watacala aclamu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.